وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مرسوما باعتبار تكساس ولاية تواجه كارثة كبرى على خلفية الأعاصير التي أودت بحياة 28 شخصا في الولايات المتحدة، بينهم 24 في تكساس وحدها. أوباما أمر بتقديم مساعدات فيدرالية للولاية التي اجتاحتها الأعاصير والفيضانات منذ الرابع من الشهر الجاري. الأمطار الغزيرة والعواصف التي تشهدها شمال تكساس منذ يومين تسببت أيضا في ارتفاع منسوب النار وسط مخاوف سكان دالاس من وقوع فيضانات جديدة بالمنطقة. لدي أغطية ومناشف وكل الأشياء الصغيرة والأدوات والحاجيات التي أحتاج إليها، حتى الإنجيل. لدي أشياء بسيطة لكن قد أكون في حاجة إليها. وألحقت الفيضانات التي ضربت ولايتي تكساس وأوكلاهوما الأضرار بمئات المنازل، فيما أصدر عدد من رؤساء البلديات الأوامر بالإخلاء الإجباري للسكان القاطنين بالقرب من الأنهار.